مصر بينطلق 8 يناير، 8 يناير دور ال 16 لكاس مصر، وهيتلعب من 8 ل 18 ثم بعد كده تكمل. وده كلام الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات. واخيرا المهندس اياد بليطه بيطير الى فرنسا لحسم ازمه مباراه غانا، عنده اجتماع مع شركه سبورت 5 راعي الكاف من اجل انهاء ازمه غرامه اذاعه مباريات مصر وغانا اللي على كان على حسها الاتحاد الدولي موقف لمصر $1,900,000. وهيكون حاضر الاجتماع المهندس هاني ابو ريده. والجبلايه تختار مديرا فنيا للاتحاد الاسبوع المقبل. اسامي كتيره جدا ترددت على المدير الفني، كابتن ابو جريشه، كابتن خالد بيومي، كابتن حسن الشاذلي، كابتن طه اسماعيل. يعني اسامي الحقيقه كبيره، مصر مليانه بالاسامي الكبيره. واعتقد ان خلال 10 ايام هيكون موجود مدير فني لاتحاد الكره ايضا في منافسه شرسه جدا، واسامي كتيره جدا بتطرح على المدير الفني لمنتخب مصر، منهم اسمين او ثلاثه مصريين ومنهم اسمين او ثلاثه اجانب. ده اللي واضح في الصوره حتى الان. وانتظر اتحاد الكره لنهائيات كاس افريقيا، وبعدها ان شاء الله باذن الله سوف يعلن المدير الفني القادم لمنتخب مصر.